الله الله الله، ده الواد كبر وهو بقى عريس. وادي درغام أموري، انا هقول لك تعمل ايه. بس خدي بالك يا ست الكل، الواد ده اهله حاطين عينيهم عليه 24 ساعة، يظهر ان هم خايفين عليه. يخاف يا اخويا، ما يخافوش ليه؟ مش العيال الوحيدة اللي حيلتهم؟ بس كده يعني لازم تفكري 1000 مرة قبل ما نخلص منه، وأموريني. أفكر يا درغام، أفكر كويس قوي كمان. هو أنا يا أخويا ورايا حد غيرهم؟ ده هيكون آخر لقاء رسمي بيني وبينكم، عشان كده قلت أودعكم النهاردة قبل ما أمشي. ليه سعادتك؟ دي الحركة لسه ما صدرتش. أيوة بس أنا خلاص عرفت. على العموم البركة فيكم، أنتم ولادي وتلاميذي، عشان كده أنا ماشي وأنا مطمن إن الإدارة فيها ضباط كل همهم إنهم يخدموا بشرف وبإخلاص. أنا أعتقد يا فندم إن تجار المخدرات لما يعرفوا إن سيادتك ماشي هيبعتوا للإدارة جوابات شكر. بالمناسبة ست وردة بشندي اللي اسمها دلوقتي مدام ريري بعتت لي من كام يوم دعوة لحضور حفلة عيد ميلادها. يظهر بقى إنها يا إما ما تعرفش إن أنا ماشي يا إما ناوية تكرمني في الحفلة. انا كمان سعادتك بعتت لي دعوه. الله الله، اشمعنى انا بقى يا خال؟ ايه انا مش مالي عينيها ولا ايه؟ ده عشان انا وست اللي هو سعد معرفه قديمه. لا انت معرفه ادم يا عم، انت هي واخواتها كانوا بيشتغلوا عند حماك الحاج ابراهيم العقاد. ده صحيح سعادتك، دي حتى حضرت فرحي ورقصت فيه. هي كمان رقصه؟ مش رقصه ولا حاجه، رقصه جدعانه مجامله يعني. المهم انت ناوي تروح الحفله دي ولا لا؟ سعادتك هو اللي بيشتغل شغلتنا دي بيفضل يروح اي حته. ده انا يا دوب ما بصدق اخلص شغل اروح اخد حمام وانام. عاوز رأيي؟ أنت لازم تروح الحفلة دي. إيه وجهة نظر سعادتك؟ أكيد هيكون في هناك ناس كتيرة ممكن تعمل تحريات عنهم. إيه رأيك يا شاكر ما تروح معاه أنت وحمدي؟ معقول يا فندم؟ حضرتك بتقول إن دي حفلة عيد ميلاد خاصة، يعني أكيد كل اللي معزومين في الحفلة دي معروفين بالاسم. أنا كده بقى هعمل زي الناس اللي بتلبس وتتشيك ويروحوا يحضروا أي أفراح، وهم أصلاً لا يعرفوا العريس ولا العروسة. أنا كان رأيي إن علاء ما يروحش لوحده. علاء أكيد هيبقى مع مراته يا فندم. أكيد أكيد. ليه؟ سعادتك عارف ان مراتي زيي بالظبط، لا ليها لا في حفلات ولا اعياد ميلاد. لا لازم تاخدها معاك علشان ما يبقاش شكلك قدام اللي يعرفك انك رايح تراقب.